إن شكوت الهوى فما أنت منا أي عين، إن شكوت الهوى فما أنت منا أي عين، فاحملي الصد والجفا يا معنى أي عين، فاحملي الصد والجفا يا معنى. أكدت حكومة البصرة المحلية على دعمها المستمر للفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية في المدينة. جاء ذلك خلال احتفال معهد الفنون الجميلة للبنات باليوبيل الفضي لمعرض النتاجات الفنية السنوي لطالبات المعهد، والذي تنوع ما بين الخط والرسم والنحت والموسيقى، وهو ما ذهبت معه إدارة المعهد أيضا. بركة الله تعالى افتتحنا هذا اليوم المعرض 25 لمعهد الفنون الجميلة للبنات في محافظة البصرة. هذا المعهد يضم كثير من الأقسام، منها قسم الزغرفة وقسم النحت وقسم الفن، قسم الخط وقسم المسرح. طبعا لاحظنا لوحات فنية قيمة. نحن كحكومة محلية في محافظة البصرة داعمين لهكذا نشاطات فنية في محافظة البصرة ولبناتنا العزيزات في معهد الفنون. أيضا هذه اللوحات تستحق كل التقدير والثناء، ونأمل أن تكون لها مشاركات على مستوى العراق بشكل عام ومستوى الوطن العربي. بعض اللوحات قد تكون لوحات عالمية. اليوم أنا أثني على إيد كادرنا المحترم المتمثل بجميع الأقسام، كل الأقسام اليوم ساهمت بإنجاح هذا المعرض، وكان معرض إيجابي جدا، وبفعاليات قدمت هناك ريبورتاج، قدم فعاليات قسم السمعية وأقسام المعهد ومنتجاتها لهذا العام. أنا أشكرهم لأن اليوم كانت بصماتهم واضحة وبصمات إيجابية تخدم المجتمع البصري والمجتمع العراقي، وأرجع وأقول يجب أن نشد على إيد طالباتنا العزيزات لأن هم مفخرتنا وهم طالبات البصرة الفيحاء. السنة كان معرض جميل ومميز ومختلف عن السنوات السابقة لعدة أسباب، من أهمها أنه السنة يعني بعد زوال جائحة كورونا والدوام الكامل، البنات أخذوا كفايتهم من التمرين وأنتجنا كثير من الأعمال الجميلة واللي بيها حرفية عالية وبيها تقنيات عالية والكافة الأعمال. الحرفية العالية والتقنيات الحديثة هي ما ميز معرض العام الحالي، بعد أن أخذت فيه الطالبات كفايتهم من التمارين النظرية والعلمية طوال الأشهر الماضية. منار ود أحد طالبات معهد الفنون الجميلة مرحلة خامسة، شاركت في لوحة تحتوي على مجموعة من الخطوط والزخرفة، زخرفة نباتية وزخرفة هندسية، وتحتوي على مجموعة من الخطوط الخط جلي ديواني والخط الديواني وخط الرقعة وخط النسخ. طموحي أنا كفنانة وطالبة في معهد الفنون الجميلة أنه معلمة فنية، لأن مثل ما تعرفون أنه الفن ما متطور بمجتمعنا، فطموحي أصير معلمة فنية وأطور الفن وأعلم الأجيال. طالبة فنون المرحلة الرابعة قسم النحت، شاركت اليوم تمثال نحتي. شخصية هي شخصية مو مشهورة، بس شخصية تعبر عن الهدوء، تعكس انه من تشتغل بيها تعكس الشخصية مالت الشخص اللي يشتغل بيها. ان شاء الله بالمستقبل اكون احد الفنانين المتميزين برسم النحت. مشروعي خاص بالخط والزخرفة، انا مرحلة خامسة معهد فنون جميلة. مشروع تخرجي استغرقت بي 3 أشهر، يحتوي على إطار نباتي وهندسي ورسم وخط ديواني ومجموعة من الخطوط، يعني مو خط واحد اعتمدنا عليه. معهد فنون الجميلة 15، أنا طالبة مرحلة خامسة وهاي مشاريع أعمالنا. اليوم شاركنا بمشاريعنا هي ملحمة قلقامش، استغرقنا بها اللوحة 1 شهر تقريبا. إن شاء الله عندي طموح للأعلى أنه أكمل كلية وافتح لي المعرض الخاص بي. لوحتي سريالية تعبر عن مقطع من ملحمة قلقامش، استغرقت بها 1 شهر يلا خلصتها. أنا كطالبة أحب أكمل دراسات عليا وأحب يكون معرضي الشخصي الخاص بي. شاركت ويا 6 عواطف بالأشغال، سوينا أعمال جميلة جدا بالخيوط الملونة مثل وأعمال يعني كانت جميلة، وأيضا اشتغلنا على الأكواب بالزجاج كتبنا عليهن يعني مال رمضان، وهاي كان أعمالنا كلها جميلة.
لوحات فنية وأعمال يدوية وزخارف ومنحوتات، نتاجات طالبات المرحلة الخامسة في معهد الفنون الجميلة للبنات. زينت هذه الأعمال باحة المعهد الذي يعد أحد روافد الفنية لمدينة السياب، لقناة سامراء الفضائية ماجد الصقر، مدينة البصرة.